أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعتزم تكثيف جهودها لردع إيران في سوريا واليمن، وأكد في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي في الرياض عادل الجبير أن المتمردين الحوثيين لن ينتصروا، وأنه يجب مواصلة الضغط لحل الأزمة دبلوماسيا وجلب جميع الأطراف إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي. وشدد على أهمية دعم أي جهود تقف في وجه تهديدات إيران في سوريا واليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: التأثيرات المرتقبة للقمة الإسلامية الأمريكية على الأزمة اليمنية، وما هي طبيعة الدور الأمريكي في الأزمة خلال الفترة المقبلة. إذن قمة إسلامية أمريكية تناقش أهم قضايا المنطقة وعلى رأسها الإرهاب والتدخلات الإيرانية، وهو ما يضع الملف اليمني على رأس أجندة القمة ومناقشاتها. ومن المرتقب أن تنعكس نتائج هذه القمة وزيارة الرئيس الأمريكي ترامب بشكل عام على مسارات الأزمة. يقول مراقبون إن أحد سياسات أوباما الإنعزالية تم طيها بهذه الزيارة، وبالتالي فإن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط سيشهد عودة قوية، وهو ما يعني تغيرا في المواقف الأمريكية السابقة التي شجعت إيران على زيادة تدخلها في دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن. ما الذي يمكن أن يتغير بخصوص الأزمة اليمنية؟ وكيف ستؤثر هذه القمة على مسارات الأزمة؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا في هذه الحلقة، ولكن بداية نذهب لمتابعة هذا التقرير. بمشاركة واسعة من قادة الدول العربية والإسلامية تعقد القمة الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، وهي القمة التي ينتظر منها أن تشكل انطلاقة جديدة للدور الأمريكي في المنطقة وللعلاقات الأمريكية العربية والإسلامية. في السنوات الأخيرة كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد انتهجت ما أسمته سياسة الانسحاب من الشرق الأوسط، وهو ما جعل المراقبين يشيرون لأنه السبب المباشر للتمدد الإيراني في المنطقة عبر الجماعات التابعة لها. الموقف من إيران والجماعات التابعة لها في المنطقة سيكون على رأس أجندة القمة، كما كان في القمتين الخليجية الأمريكية والسعودية الأمريكية. في وقت سابق كان وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قد دعا إيران إلى تفكيك شبكاتها الإرهابية ووقف تمويلها، مؤكدا على الاستمرار في جهود مواجهة إيران وميليشياتها في اليمن وسوريا. اليمن إحدى أهم مناطق الصراع التي تشكل أولوية في السياسة الأمريكية، خصوصا بعد مجيء الرئيس ترامب للسلطة مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه القمة على الأزمة اليمنية بشكل مباشر. تيلرسون قال إن إدارته تركز على إيجاد حل سياسي للأزمة، مؤكدا أن الانقلابيين في اليمن لن يحققوا الانتصار الذي يسعون إليه، وهو ما يعني أن الأيام القادمة قد تشهد تطورا في مسارات الأزمة اليمنية لإغلاق هذا الملف. ولكن لا تزال طريقة الإغلاق هذه غير واضحة، هل سيتم إفساح المجال أمام استكمال العمل العسكري الذي أطلقه التحالف قبل أكثر من عامين، أم أن المسار السياسي على موعد جديد مع محطة نهائية للتسوية المنتظرة؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ حلقتنا من الرياض مع مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. مرحبا بك سيد مختار. اهلا وسهلا بك وبمشاهدي الكرام جميعا وبضيفك الكرام. اهلا بك سيد مختار، هل هنالك اي مؤشرات لتطورات مرتقبه في الازمه اليمنيه مع زياره الرئيس ترامب والقمه الاسلاميه الامريكيه والخليجيه الامريكيه؟ لا شك ان القمه الاسلاميه المنعقده في الرياض تاتي في ظل اوضاع مشتعله في المنطقه وخصوصا في اليمن. نعم. وسوريا وبعض المناطق الاخرى، بالتالي لدينا موقف جديد في الاداره الامريكيه الحديثه الجديده. ولدينا قمه اسلاميه في مركز قياده التحالف العربي الذي يقود العمليه العسكريه ضد المتمردين الحوثيين وعلي عبد الله صالح، بالتالي هناك بوادر للعوده الى المسار السياسي والسلمي، وهناك جهود حديثه تقوم بها الامم المتحده بالتعاون مع المجتمع الدولي للعوده للمسار السياسي واعلان هدنه قبل شهر رمضان المبارك، ومن ثم الذهاب الى جوله جديده من المشاورات بعد رمضان. بالتالي الجهود مستمره، ولكن هذه الجهود طبعا تاتي في ظل موقف صارم وموقف جديد للاداره الامريكيه وكذلك للمجتمع الدولي من الحوثيين. بالتالي الموقف الان تغير والموقف الان تبدل، ولم يعد لدى
الميليشيات الانقلابية مجال للمراوغة وللكذب وللتملص من أي اتفاق نصل إليه في الفترة القادمة. نعم سيد مختار، إذا اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من الرياضة المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سيد ناثان تيك. مرحبا بك سيد ناثان. تصريح بإشارات مختلفة لوزير الخارجية الأمريكية بشأن الملف اليمني، تحدث عن حل سياسي للأزمة وعن أن الانقلابيين لن يحققوا أهدافهم في صنعاء، كيف يمكن فهم الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية؟ يعني طبعا أريد أن أؤكد ما قاله الوزير تيلرسون حيث أشار إلى ضرورة إيجاد حل سياسي، وذلك سيتم فقط عن طريق التعاون الكثيف مع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص، ويعني هذا يعني هو السبيل الوحيد. في نفس الوقت هناك مأساة إنسانية يعني كبيرة جدا في اليمن، مأساة يعني تفوق الوصف، والولايات المتحدة تتعاون مع شركائها في المنطقة ومع المنظمات الدولية لمعالجة هذه الأزمة. ولكن بالنسبة لما أشار إليه بخصوص الحوثيين أو الانقلابيين، فيعني لابد أن يدركوا بأنهم لن ينتصروا عسكريا، لن يحققون شيء في الميدان، وإنما يعني النهاية لهذه الحرب ستكون على طاولة المفاوضات. ويعني أنا أريد أيضا أن أشير إلى يعني أهمية هذه القمة وهذه الزيارة إلى الرياض، حيث يعني سيتم يعني تم او تمت يعني مناقشه الملف اليمني، ويعني من الواضح ان يعني الولايات المتحده الامريكيه لن تتخلى عن اصدقائها من اجل ارساء المنطقه الى بر الامان. نعم سيد ناثان، فكرة السلام تحتاج لإقناع جميع الأطراف المتصارعة إلى وجوب حل سياسي، وبالسلام بحد ذاته من سيقنع طرف الانقلابيين والحوثيين بضرورة السلام إن كانت كل مواقفهم من الجهود الأممية والتحركات الدولية للسلام تنبئ بعكس ذلك؟ أنا أعتقد يعني نتائج هذه الزيارة والقمم التاريخية التي انعقدت في الرياض إشارة واضحة لجميع الأصدقاء وجميع الأعداء على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعزز قدرات الدول الخليجية لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة. وإذا أردنا أن نزيد الضغط على الحوثيين فلابد أن نزيد الضغط على إيران، لأن إيران هو يعني من ترعى يعني هذه الميليشيات. فيعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحدثت عن سبل تعزيز التعاون مع شركائنا لردع أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة، ليس فقط في اليمن بل أيضا في سوريا والعراق وأماكن أخرى. نعم سيد ناثان، بالتزامن مع وصول ترامب إلى السعودية وعقد هذه القمم كان هنالك صواريخ من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن تصل إلى السعودية، وهذا مؤشر لا يدل على رغبتهم في السلام، وهنالك من يرى أنه لن يكون هنالك رغبة في السلام وتوافق عليه ما لم يكن هنالك تواصل مباشر بين أمريكا والدولة الراعية لهؤلاء في اليمن وهي إيران. نعم يعني بدون شك انه السعودية تتعرض ل يعني تهديدات أمنية خطيرة للغاية، خاصة من ناحية الحوثيين والصواريخ يعني التي تهدد يعني المدنيين في السعودية. فلذلك الولايات المتحدة مثلا أبرمت يعني اتفاقية مع السعودية على توفير المنظومات يعني المضادة للصواريخ وبعض المعدات اللازمة لضمان أمن الحدود السعودية. فنحن سوف نستمر في الوقف مع أصدقائنا السعوديين وفي نفس الوقت بناء قدراتهم على الدفاع عن نفسه عن أنفسهم بدون الاتكال على الولايات المتحدة. نعم سيد ناثان، لو تحدثنا عن الأزمة الإنسانية في اليمن، ولعلك مطلع على الأزمة الإنسانية الكارثية والمتصاعدة في اليمن، كيف يمكن للأمم المتحدة ولأمريكا والدول الحليفة المساعدة في هذا الجانب؟
نعم، بدون شك المسألة صعبة جدا، وأن يعني هي فعلا معضلة كبيرة للمجتمع الدولي، ونحن على دراية تامة بمدى حجم التحديات، ولكن نحن طبعا سوف نستمر في توفير المساعدات الإنسانية للمنظمات الأممية المعنية بالشأن اليمني، وفي نفس الوقت يعني سوف نستمر في جهودنا لإيجاد حل سياسي حتى يكون هناك سلام مستدام في اليمن. نعم، إذن السيد ناثان تيك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن بالعودة إليك سيد مختار الرحبيل، على استمعت لحديث السيد ناثان والذي أشار فيه إلى تصعيد الخطاب الأمريكي ضد إيران. هنالك من هو أشار أنه سيكون لهذا التصعيد أثره في الضغط على إيران وحلفائها في المنطقة من المتمردين على العدول عن فكرة المواجهة والقبول بفكرة السلام والحل السياسي. هل ترى أن هذا التصعيد هو كافي أم أن الموضوع بحاجة لخطوات فعلية ضاغطة على الأرض؟ بالفعل الموقف الامريكي الجديد والضغط على على سواء على المتمردين او على الاطراف التي تعمل مع ايران في المنطقه العربيه، وهذا الموقف طبعا ياتي ضاغطا عليهم ويحشرهم في زاويه ضيقه، اما ان يواجهوا الولايات المتحده وكذلك حلفائها مع العرب، واما ان يتراجع خطوة إلى الوراء. لكن مع ذلك ما زلنا نحتاج خطوات عملية. نعم. ما زال نحتاج إلى ضغط، إلى مزيد من الضغط على سواء المتمردين أو على الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية لكي نصل إلى سلام دائم، وإلى أن نصل إلى عدم التدخل، تدخل إيران في شؤون العرب وفي شؤوننا. وهذا طبعا لن يتم إلا بعد الضغوطات الشديدة وبعد أن يتم هزيمة المتمردين وهزيمة الميليشيات التي تعمل معها في المنطقة العربية. نعم سيد مختار، تركز حديث ترامب في القمة الإسلامية الأمريكية على موضوع الإرهاب، ولأن هذا الملف ملف رئيسي في الأزمة اليمنية، ولا يزال تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب مع الإدارة الأمريكية بيد الإنقلابيين في صنعاء، كيف تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع؟ الحكومة طبعا تتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب، تتعامل معه وما تزال متواصلة مع الإدارة الأمريكية، وهناك تنسيق متكامل مع الإدارة الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب، بالتالي الحكومة متواصلة وهي تنسق تنسيق كامل في هذا الملف. وبالفعل أن ترامب ركز في من خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية على مواجهة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة مقلقة للوطن العربي وفي العالم بأجمع، بالتالي الحكومة اليمنية ملتزمة بمكافحة الإرهاب وملتزمة بالمضي قدما في التنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية وكذلك مع الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب. نعم سيد مختار، اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من لندن الباحث والأكاديمي العماني الدكتور عبد الله الغيلاني، مرحبا بك دكتور. إذن ثلاث قمم في الرياض، هل تشهد المنطقة تحولا في السياسات القائمة، وماذا بالنسبة لخاصة الأزمة اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا بالضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. نعم، هناك تحول، يعني هذه زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة لها ثلاث أبعاد، بعد أمني وبعد سياسي وبعد اقتصادي، وهذه الأبعاد متداخلة مع بعضها بحيث لا يمكن أن يفصل يعني أي منها عن الآخر. ولكن البعد المهيمن على هذه الزيارة هو البعد الأمني، واضح تماما أن الإدارة الأمريكية الآن تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة على مستوى الترتيبات الأمنية، سواء على المستوى المفاهيمي فيما يتصل بتحديد من هو العدو، من هو الخصم، ما هو الإرهاب، أو على المستوى التطبيقي، وهذا واضح من خلال الصفقات العسكرية التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية والتي زادت على 460 مليار دولار. فنعم يعني هذا يشي بأن هناك تحولا وتحول جذري أيضا فيما يتصل بإعادة ترتيب الأطر الأمنية التي تحكم الحراك السياسي في المنطقة. نعم.
ولكن هل معنى هذا، هل معنى هذا أن التحول، هذا التحول الأمريكي أو التحول في المقاربات الأمريكية بالنظر إلى المنطقة والتعامل معها، هل معنى ذلك أنه تحول إيجابي بمعنى أنه سيعود بالنفع على شعوب المنطقة؟ أنا أتصور هذه المسألة يجب أن لا تعجل في يعني القفز إلى استنتاجات ويعني القول بأن نعم يعني هناك هذا التحول يعني ينعكس إيجابا على المنطقة وعلى شعوبها وأنه سيقوم ب يعني محاصرة الإرهابيين ومكافحة الإرهاب الآخري. أظن ينبغي أن لا نتعجل في إطلاق هكذا أحكام. الولايات المتحدة لها حساباتها، لها معادلاتها، لها يعني دوافعها التي تنظر من خلالها إلى يعني ما هي المعادلة، ما هي المعادلة الإقليمية التي تصب في المصلحة الأمريكية. نعم. الآن فيما يتصل بالأزمة اليمنية، أنا يبدو لي أن الأزمة اليمنية ليست حاضرة في هذه الزيارة وليست حاضرة في أجندة يعني هذه القمم الثلاث إلا على يعني بمستوى طبيعي أو أقل من طبيعي. نعم. واضح تماما أن هناك قرار أمريكي أو أن هناك توجه أمريكي ليس الآن وإنما منذ يعني إدارة الرئيس أوباما، واضح أن هناك قرار سياسي أمريكي بعدم التوغل أكثر في الـ يعني الأزمة اليمنية والوقوف عند أبواب صنعاء على المستوى العسكري ثم الولوج إلى ما يسمى بالحل السياسي، وهذا الذي حدث منذ نوفمبر من العام المنصرم، وإلى الآن نحن نشهد يعني هذا التكرار فيما يتصل ب يعني دكتور عبد الله سأعود على الأرض شيء. نعم دكتور عبد الله سأعود إليك لمناقشة هذه الجزئية بالذات. دعني أعود إلى سيد مختار الرحبي. سيد مختار، لعلك استمعت لحديث الدكتور عبد الله وعن تحولات هذه في المنطقة، كيف يمكن للحكومة اليمنية خاصة استغلال الإيجابي لهذه التحولات والاستغلال الفعلي لصالحها في حلحلة الأزمة اليمنية والخروج بحل لها خاصة مع تصاعد وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن، الوضع الإنساني والميداني وفي اليمن لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة أو التأخير أو الوقت؟ بالفعل هناك التحولات الدولية هي في صالح الحكومة الشرعية، وموقف الإدارة الأمريكية الجديد هو في صالح الحكومة الشرعية، وأيضا تماسك الموقف الخليجي إزاء الأزمة في اليمن وموقفها أيضا من وحدة استقرار اليمن طبعا يأتي في إطار الدعم الكامل للحكومة اليمنية. بالتالي الحكومة اليمنية تعمل على أن تستغل هذا الظرف الذي لا أعتقد أنه سيتكرر فيما لو لم يتم استغلاله. هذا الظرف مواتي لاستغلاله من قبل الحكومة اليمنية التي تعمل بقدر الإمكان من خلال التنسيق ومن خلال الزيارات ومن خلال تكثيف جهودها الدولية لإطلاع العالم على حقيقة ما يجري في اليمن وكذلك حقيقة الوضع الإنساني الذي تسببت به الميليشيات الإنقلابية والتي نهبت الأموال ونهبت أكثر من 5 مليارات دولار كانت متواجدة في الخزينة أو في احتياطي في البنك المركزي. بالتالي الحكومة اليمنية تعمل على قدم وساق من خلال التنسيق، من خلال العلاقات، من خلال الزيارات على استغلال هذا الظرف الدولي الذي أتى في صالحه وفي صالح الشعب اليمني الذي يتطلع في حقيقة الأمر إلى إنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، خصوصا أنه يعيش في أوضاع استثنائية ويعيش أيضا أوضاع اقتصادية صعبة وأوضاع إنسانية صعبة وأوضاع صحية صعبة في ظل انتشار الأوبئة وانتشار الأمراض. نعم. المنتشرة في اليمن. نعم شكرا جزيلا لك مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، حدثتنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن بالعودة إليك دكتور عبد الله، كنت تحدثت عن الموقف الأمريكي أنه هنالك قرار أمريكي ربما قديم من عهد أوباما بعدم التوغل في الأزمة اليمنية والوقوف على خارج صنعاء. باعتقادك دكتور عبد الله، لماذا هذا الموقف لصالح من يصب؟ هذا الموقف كما قلت أن الولايات المتحدة يعني تعمل بغير الطريقة التي نعمل بها نحن العرب أو نحن الخليجيون في هذه في يعني هذه المنطقة. لكن دعيني فقط نعم. يعني أعلق على يعني مسألة أن هناك كما تفضل الزميل الكريم قبل قليل أن هناك دعم إقليمي ودعم دولي للحكومة الشرعية. نعم. على المستوى النظري نعم، على المستوى النظري المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والتحالف يعني يدعمون الحكومة الشرعية، ولكن على المستوى التطبيق العملي نحن نرى يعني غير ذلك تماما. هذا الدعم الدولي وهذا الدعم الإقليمي النظري يعبر عن ورطة خليجية وعن ورطة دولية، بمعنى
أن أي تدخل دولي، أي تدخل إقليمي في الأزمة اليمنية يحتاج إلى غطاء شرعي، وهذا الغطاء الشرعي اليوم يتمثل في حكومة الرئيس هادي. فيعني أصبح التخلص من حكومة الرئيس هادي عمليا مسألة قد يعني تدخل التحالف أو تدخل المجتمع الدولي في يعني إشكال فيما يتصل بالبحث عن شرعية لهذا التدخل. لكن على المستوى العملي التطبيقي نحن نرى أن هناك غياب كلي أو جزئي لهذا الدعم. كان ينبغي أولا إن كان المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي متمثلا في التحالف، إن كان يريد فعلا أن يمكن الحكومة الشرعية ويدعمها دعما حقيقيا، كان يعني ينبغي أن تمكن اقتصاديا، أن تمكن سياسيا، أن تمكن أمنيا، أن تمكن عسكريا، أن يتم تحرير المواني بحيث يقطع الحبل السري أو يقطع الدعم الذي يصل إلى الحوثيين في صنعاء. هذا كله لم يحدث، بل على العكس من ذلك نحن نرى يعني أن المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي ربما يساهم بشكل أو بآخر بدرجة أو بأخرى في عملية تفكيك الحكومة الشرعية، وآية ذلك ما يحدث الآن في عدن. نعم يعني دكتور عبد الله، وما ذكرته يوافق الطرح الذي يقوله البعض بأنه يراد لليمن أن تكون بؤرة استنزاف وورقة ضغط بيد جميع الأطراف. أنا أبدو لي أن الأزمة اليمنية، وقد قلت ذلك قبل فترة من الزمن، سلمت لي يعني صارت قضية من القضايا التي يتاجر بها على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي. نعم. وهذا شيء مؤسف. نعم أنا 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 أتصور ليس هناك لم ينعقد العزم الجازم لا إقليميا ولا دوليا على اجتياح صنعاء واكتساح الحوثيين. ربما هناك رغبة خليجية في إعادة إنتاج علي عبد الله صالح وإعادة إنتاج الحوثيين كقوة سياسية، ولكن يبدو واضحا أن ليس هناك نية منعقدة على التخلص من هذين الخصمين. إلى الآن الولايات المتحدة رغم أنها صنفت كثير من المنظمات، اليوم يعني ترامب في خطابه مثلا أكد على مسألة تصنيف حماس باعتبارها يعني قوة إرهابية. في المقابل طبعا حماس ليست قوة إرهابية، حماس قوة مقاومة فلسطينية الكل يشهد بها والكل يؤيدها، كل يعني يدعمها. في المقابل لم تصنف القوى الحوثية وقوى علي عبد الله صالح في صنعاء إلى هذه اللحظة، لم توضع في خانة الإرهاب، وهذه مسألة تثير كثير من علامات الاستفهام. فنعم هناك قرار وتوجه إقليمي وتوجه دولي لإعادة تشكيل يعني الخارطة السياسية والخارطة الأمنية في المنطقة كلها بما فيها الخارطة اليمنية. ولكن أنا أقول أن الكرة الآن في ملعب الحكومة الشرعية، فعليها أن تخرج ولو قليلا من حالة الارتهان وحالة الأسر التي وضعت نفسها فيها اليوم للاعب الدولي واللاعب الإقليمي، وأن تتحرر قليلا، أن تحرر إرادتها الأمنية وأن تحرر مرئياتها السياسية، وتصبح هي اللاعب الأكثر فاعلية والأكثر تأثير في الأزمة اليمنية. أن تأخذ زمام المبادرة. الآن الحكومة الشرعية للأسف هي مستطيعة بغيرها، هي تتلقى يعني من يعني القوى الإقليمية والقوى الدولية، ولا تملك إلا أن تشيع هذا الخطاب الذي سمعناه من الأخ الكريم قبل قليل. فعليها أن تتحرر من حالة الارتهان هذه، وأن تأخذ مسافة يعني تضع بينها وبين هذه القوى الإقليمية والدولية مسافة ما، وتكون صاحبة مبادرة وتمتلك شيء من القوة يؤهلها يعني أن تفاوض وأن تظهر باعتبارها اللاعب الرئيسي في الأزمة اليمنية. هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة. نعم دكتور عبد الله، بالعودة إلى الموقف الأمريكي الجديد إن صح تسميته كذلك ومن يعول عليه في حلحلة الأزمة اليمنية، كيف سيغير هذا الموقف من الأزمة اليمنية إن كنت ترى أنه سيقوم بتغيير في مسارها؟ أنا كما قلت أن الأزمة اليمنية لا يبدو أنها حاضرة بكثافة في هذه الزيارة، هناك ملفات أخرى أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، هناك أيضا قضايا أخرى، القضية الفلسطينية، القضية السورية، إلى حد ما القضية العراقية، إيران يعني الحضور الإيراني أو النفوذ الإيراني في المنطقة يبدو أنه حاضر في هذه الزيارة، ولكن الأزمة اليمنية حضورها يبدو أنه
ليس حضورا يعني كثيفا، هناك أروقة أخرى تناقش فيها الأزمة اليمنية، وبالتالي ما أحسب أنه سيترتب يعني كثير تغيير على مستوى إدارة الأزمة اليمنية من جراء هذه يعني الزيارة. نعم، في أقل من دقيقة، دكتور عبد الله، ألا ترى أن هنالك تناقض؟ أليست الأزمة اليمنية وما تداعياتها في المنطقة هي ما جلبت أمريكا إلى السعودية وكانت سبب هذه القمم؟ كيف تكون القضية اليمنية هامش لكل هذا وهي السبب الرئيسي فيه؟ هذا من الأخطاء الاستراتيجية التي يرتكبها اللاعب الخليجي مرة تلو الأخرى. أنا في تقديري أن الأزمة اليمنية بتداعياتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية والسياسية، بكل هذه التداعيات، أحسب أن الأزمة اليمنية اليوم هي الخطر الأكبر الذي يهدد الأمن القومي الخليجي، ما لم يبادر العقل السياسي الخليجي إلى إعادة النظر في الأزمة اليمنية والنظر إليها من زوايا مختلفة. نعم. الأزمة اليمنية ليست مجرد انقلاب على السلطة حدث، ليست مجرد يعني أزمة إنسانية، نعم الأزمة الإنسانية مهمة جدا، ولا الأزمة اليمنية إذا بقيت كما هي عليه وإذا استمر اللاعب الخليجي في معالجة الأزمة اليمنية على النحو الذي يجري منذ أكثر من 20 عاما، أنا أتصور سوف تكون لها تداعيات وإفرازات خطيرة جدا على الأمن القومي الخليجي وبالذات على سلطنة عمان المحادده لليمن وعلى المملكه العربيه السعوديه الدوله الاخرى. نعم. المحادده للجمهوريه اليمنيه. نعم، شكرا جزيلا الدكتور عبد الله الغيداني الاكاديمي والباحث العماني، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. اذا بهذا نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من زوايا الحدث. مشاهدينا الكرام، لا يسعني الا ان اشكركم على حسن المتابعه واشكر ضيوفي، كان معي من الرياض مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي، وكان معي من لندن الاكاديمي والباحث الدكتور عبد الله الغيلاني، ومن الرياض ايضا المتحدث الاقليمي باسم الخارجيه الامريكيه سيد ناثان تيك. هذه التحية أنا مالعلي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة، نلقاكم في حلقة قادمة.